دكتور ماجد، يعني تواجد حضراتكم في أفريقيا عامل إزاي دلوقتي؟ المجلس التصدير عندنا احنا في ثلاث قطاعات، في قطاع الدواء والمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه. الفتره اللي فاتت يمكن يعني لغايه من حوالي سنتين ثلاثه كده كان القطاع كله متوجه، او معظم القطاعات في الدواء بالذات متوجهه للناحيه المنطقه العربيه، السوق الليبي اليمني العراقي ودول الجي سي سي اللي هو دول التعاون الخليجي بالسعوديه والكلام ده كله. طبعا الفتره اللي فاتت عندنا العراق وقعت، اليمن وقعت، ليبيا وقعت، سوريا وقعت، فحصل هبوط جامد بالنسبه للصادرات في حاجه زي ده، الى جانب ان بعض الدول ديت وبالذات دول بتاع التعاون الخليجي والسعوديه حاطه نوع من انواع يعني المعوقات اللي هي بتحط لي النهارده انها بتطلب مني ان انا ابيع لها بنفس السعر اللي انا بصنع ببيع بيه في السوق المصري. طب احنا عارفين مشكله التسعير والكلام ده كله، فلما واحد النهارده يطلب مني ان انا ابيع له حاجه بالسعر اللي انا اصلا انا بان منه، فبالتالي كل المصنعين مش عايزين ان هم يصدروا بالاسعار دي. اكيد كان ده الاتجاه بتاعنا، عشان كده احنا خدنا اتجاه في المجلس التصدير ان احنا نتجه لافريقيا. سوق الافريقي النهارده حجم الاستيراد بتاعه في قطاع الدواء بس لوحده 16 مليار دولار. والادويه بتاعتنا هناك مسجله لا لا لا، احنا بتتسجل يعني زي بقيه الدول كلها عايزه تتسجل، انما ما عندوش الحته بتاعت التسعير. بياخدها كاسترشاد بس ما بيهياش، ما عندوش التسعير. احنا بناء على كده حاليا بنشتغل على ان احنا ازاي نفتح الاسواق دي. فتح الاسواق دي بندخلها بقى بطريقه جديده. يعني اخيرا احنا في المجلس الحمد لله نجحنا ان احنا نعمل اتفاق مع دوله زامبيا، واتوقع بروتوكول بالكلام ده، ان احنا عملنا حاجه اسمها الاعتراف المتبادل. فعرضنا عليهم انهم احنا النهارده انا عندي 120 مصنع دواء، احنا هنقدر ان احنا نورد لكم البضاعه اللي انتم تشتروها باقل من اللي انتم تشتروا بيه، ولو في ظرف سنتين اشتغلتوا معانا كويس هنعمل لكم مصنع. وبناء على كده نعمل لكم مصنع فين؟ مصنع دواء في زامبيا. في زامبيا. اه طبعا كويس. وبناء على كده ابتدي ان انا النهارده شوف عشان تدخل في الاسواق الافريقيه، لو انت داخل انك انت تبيع له بس زيك زي الاف الشركات اللي في العالم كله، لو ما دخلتش بطريقه جديده يبقى عمرك ما هتاخد الرياده في حاجه زي كده. وهو بالنسبه له هو يبص لمصر ليها السيمبول الكبير بتاعها. فلما اجي النهارده اقول له ان انا كمان هعمل لك صناعه وهشتغل معاك، دي بتفتح لنا الاسواق معاك. جميل. ده بخصوص الادويه.